فكرة عمل الخير والجدعنة والحب دي اه حاجات هي اللي لازم تتبروز. والله قبل ما يعرف ان انا انت ولا فاهمني يا اه وائل؟ ده مظبوط لازم تتبروز مظبوط عشان يبقى هو مظبوط ده الطبيعي، وان الناس تسمعه فتقول الله انا عايز اعمل زيه. لان احنا من كتر ما بنقول الوحش الناس خلت على الوحش، لا احنا ايوه عايزين والله نقول الحاجات ايوه الحلوة. ايوه ان في والله صاحب جدع بيقف جنب صاحبه وقت الشدة من غير اي مصلحة ولا منفعة. والله لحد دلوقتي انه يعني ما بيعديش وقت عليه غير لما يطمن عليا، طب رجلك عامله ايه؟ طب لان احنا كنا ساكنين جنب بعض، بسم بعد الله ما كده شاء انا الله. دلوقتي بقت قاعد في اكتوبر وهو لسه مكانه بعيد في مدينه نصر، فبقينا بعاد، زعلان جدا زعلان، بيقول لي يا وائل يعني نفسي تيجي ده ترجع حد تقعد جميل تاني ده جنبي تمسك يعني. فيه لاخر العمر. ده طبعا ده اخويا، ده اخويا ربنا لوحده اللي يعلم، ماشي وهو وكل اصدقائي يعني هناك في مدينه خلاص بقى نصر الحلقة كده بقت عنه هو كده بقى. مع انه حظه يستاهل حلو طبعا، حظه، يا انه يستاهل يستاهل والله يستاهل حلو. والله يستاهل. فكنت رايحين مع بعض لتامر كروان. اه فبعد وانا نازل قال لي يا وائل دي النداهه اللي هتنده مصر كلها، يا سلام. لانه سمعها هو اشعر، هو فهو سميع قوي. آه فبقول له ايه رايك؟ قال لي دي النداهه، يعني هو فعلا خلص شغله، شوف انت كنت بتقول ايه، خلص شغله وفضل مستنيني ما اروحش بيته عشان يوديني يا المكان حبيبي ده ويرجعني تاني. فقال لي دي النداهه وائل اللي هتنده مصر كلها، بسم الله انا ما شاء جسمي الله. اشعر والموضوع. قلت له بجد يا تامر؟ قال لي اه ان شاء الله بامر الله. قلت له يا رب يا مسهل يا رب لا هو اكرمنا يا رب. احساسه بصراحة في محله. اه وفعلا نزلت، يعني انا مش ما بقتش مصدق يعني كميه الصحفيين اللي بتكلمني يا جماعه ده انا قلت كلمتين على فكره يعني، بس هم كانوا في القلب جدا، كان ربنا سبحانه وتعالى حاطط فيهم البركه، وكان أوي أوي اه من أوي فضل الله من أوي. فضل الله، طب فكان تعالى شرف تعالى كبير. نفكر الناس بحتة من واحدة دول. يلا بينا يلا بينا، انا اقولها لكم كلها يعني، يلا يلا هقول اللي هي الرباعيات، الرباعيه كلها كامله يعني. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مر وجاني صفر حبيبي ودا فراق الحبايب مر وجاني مر وجاني مر وجاني. أنا قلت ده فراق ولا ده لعاني، والله ما أنا داري بالفرقة وما فيه من كتر الأفكار والأيام أنا خاشي ونويت أهاجر أهاجر وأنصب في الجبل خاش وديني ماشي على دي بقول يا داريني صفر حبيبي وداخل لي يودعني بكى وبال للمحارم وانا قلت ايه يعني الحبايب مر وجاني والله فراق الحبايب مر وجاني مر وجاني.